خليك قوي وثابت. زمن ده والذي رفع السماء داير زول اقوى من الاسد والله. كل يومين ثلاثه ماشي في درب الله سبحانه وتعالى، كل يومين ثلاثه بتجيك حاجه طايره. الغافل ذكره، والناس تقرا قران وتسبح وتستغفر، تذكر الجنه، تذكر الموت، تذكر الاخره، والدنيا عليه زوال، والزول ما يتابع شهوته. ابن القيم رحمه الله، انا اختم في الموضوع ده، قال في الفوائد، هاي قال في الفوائد، ده كتاب قيم اقراه واستفيد منه. قال ذكر اربعه اشياء، بعدين ختم بشيئين. قال فالذي يغلب شهوته وغضبه، احفظ الكلمه دي كويس وافهمها، فالذي يغلب شهوته وغضبه يخاف منه كل شيء. يفتزول شهوته قادر عليها اي، وغضبه قادر عليه اي، تعال نازل تشوفه بترجف براون اهل الباطل. قال فالذي يغلب شهوته وغضبه يخاف منه كل شيء، والذي تغلبه شهوته وغضبه يخاف من خياله. تانا اي شيء بيرجف منه، لانه الشهوه غلبته والغضب غلبه. خليك زول ثابت، زول قوي. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هناك في المقابل، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماء. اصبر ايام بسيطه.